بالنسبه لاحصائيات الموجه الاولانيه، انتهى متابعه اكثر من 99% منهم لسد العجز، 25 طبيب بشري بدات تدمرونها. هي ثلاث مستشفيات، مستشفى بدينا نحط الخطه اللي نتعامل فيها مع الفيروس ده تيجي، بس متوقعين ان حته المرض قليل او اقل تشغيل قسم الرمد، وبدينا نقدم الخدمات المجانيه وخدمات خلينا نقرر 1616 حاله. بدانا نعمل استعداداتنا ومحاول العمل بتاعتنا ل 75,000 حاله للعيادات الخارجيه، وبرضه بدعم المعالي وزير المحافظ بنزود اعداد الاسر بان هم يصابوا، ومع ذلك لم يكلوا في التعامل مع المرضى بنتوجه للمستشفى العام. بدينا نرفع التجهيزات.